انا اول حاجه لازم اقف على نفسي وعلى موهبتي واشتغل على اني اتقن الحاجه اللي انا هبتدي بيها، سواء صناعه اكسسوارات يدويه، حلي، سواء خياطه وتطريز، سواء رسم لوحات، سواء رسم على الزجاج، سواء اكل او نوع من انواع الماكولات او العصائر او المربات او المخللات. رقم واحد اجيد العمل والفن بتاع المهنه دي او الحاجه الخدمه اللي انا اقدمها. رقم اتنين افتح لنفسي بوابات التسويق على ارض الواقع. دي اهم حاجه. بالظبط يعني. بالظبط. من خلال ايه بقى؟ برضو على الانترنت بقى مصدر كبير لمجمع المعلومات ومعرفه انواع وسبل التسويق واشكالها. والاطلاع والقراءه طبعا، الكتب المتخصصه. ده اليوتيوب لوحده بيعلم الناس قد كده، اليوتيوب وجوجل وجوجل وبنترست، وفي منصات يا جماعه كتير جدا تعليميه. بالظبط. ممكن ابتدي تسويقي عن طريق جيران، أصدقاء، دايرة المعارف، جروبات أولياء الأمور في المدارس. أبتدي أسوق فيها جروبس الماميز والبيرنتس والحاجات دي كلها. بعد كده أهم حاجة أكون عندي رأس المال المبدئي متوفر. يعني عندي مثلا جوجو اللي قدامنا على الشاشة يا شيماء، أيوة، اختارت حاجة مميزة جدا، الجرانولا. يعني يمكن حاجة مش منتشرة ومش موجودة، في ما كانتش مشهورة قبل كده في مصر، بس بدأت مع الهيلثي دايت والناس بقت تهتم بالهيلثي دايت والوزن وكده، بدأت تعملها، بدأت تعمل مربات، بدأت تعمل مزبوط. الأكل الصحي. يعني اختارت برضو زي ما تقدري تقولي إيه، برانش معين اللي هو الهيلثي فود بالزبط. اللي هي تبدأ تعمله. وإحنا شايفين إن هي طبعا يعني مش هي مثلا شابة صغننة بتبدأ، لا، ست كبيرة بتقول أنا على المعاش، وقدرت إنها تسوق لحاجتها وسط أصحابها وسط معارفها وبعد كده على السوشيال ميديا. تقييمك لحاجة زي كده، يعني قيميلي مشروع زي ده أو ستارت أب زي ده. ده مشروع نابه، هي الست دورت على المهارة والحاجة اللي هي بتعرف تجدها يدويا، واستغلت وقت. إيه أهمية المشروعات متنية الصغر يا أستاذة دينا؟ قتل وقت الفراغ، دخل مادي مستقل والاستقلالية المادية، توسيع دائرة العلاقات الاجتماعية، الاعتماد على النفس، الثقة بالنفس، مقاومة الاكتئاب. الأستاذة اللي حضرتك جايبها لنا دي قاومت كل الكلام ده كله، لأن هي على المعاش، عندها وقت فراغ، عندها القدرة النفسية والصحية، عندها القدرة المادية اشترت المواد والخامات الأولية، فهي تعتبر رائدة أعمال ونموذج جيد جدا لمشاريع متناهية الصغر من البيت. وعلى فكرة مشاريع متناهية الصغر بمناسبة النموذج اللي حضرتك جبتيه هي للسيدات ربات البيوت، لستات كبار السن بعد المعاش طبعا، للعاطلين، للشباب. ليها أهمية كبيرة، مقاومة تأخر سن الزواج، إن أنا بعمل لنفسي دخل مادي مستقل يساعدني على الزواج وفتح بيت. صح. خلق فرص عمل طبعا، مقاومة البطالة. الست دايما بتبدأ شيماء بنفسها. بالظبط. وبعد كده ايه، طب انا هجيب واحدة تساعدني كده تقفل ورايا. بالظبط. انا هجيب واحدة انا بعمل وهي بتعمل صنف تاني، هي هترد على الكلاينتس بقى عددهم كبير. هي هتساعدني لان كمية الطلبيات بقت كبيرة. مثلا